حياكم الله ايها الاخوه والساده الكرام. انت اليوم مبسوطين اكثر مني. مو لله اليوم انا كنت بسوي فكره الصدق والله هي بدت اني ابغاها بدون ما، لكن شفت ان الكلام بدا يطلع وليه ما تجيب لي وليه ما تسوي لي. قلت انا ميزانيتي محدوده بسوي حركه. ايش السالفه يا احمد؟ جايب هدايا وعشان تكون على بينه والله ان الهدايا في بعضها تسوى. في بعضها ما تسوى. ما في امثله بسيطه يعني ممكن كذا فجاه واحد منكم يطلع برا ليه احمد، يطلع برا احمد ليه. لان هنا عندنا عجله حظ، كل رقم فيه هديه. في بعض الارقام انا مرقم هدايا اوريدي، الهدايا على حسب الرقم اللي تختاره. في عندك اختار رقم وفي عندك مالك شيء. اذا طلع الواحد منكم مالك شيء والله ما تاخذون شيء. ممتاز والله العظيم. احمد رايد انت قاعد تسمعني صح؟ في هديه لك انت بالذات. اسالك بالله والله رايد الوحيد يمكن وفيه. الله اكبر. اللهم لك. لكن اقسم بالله ما تلقاها. ما ترى ولا ايش بتسوي فيها؟ طيب وش تبغى تسوي فيها؟ تروح لي بعدك. غيبه بمكان؟ والله يمكن غيبه بمكان. كيف الطريقه؟ بكل اختصار راح ادخل غرف العيال وبعطيكم تايمر دقيقه واحده بس. تدورون بغرفتكم على الهديه اللي انا حاطها. تكفزت دقيقتين. ما اقدر دقيقتين. نرجع فلاش باك. يوم جبت هدية الجوال وحطيت لي بغرفتي كم؟ 60 ثانية بالثواني. انا يا نفسها. ممتاز. عند غرفتك كبيرة مسؤوليتك. بحطها بغرفتك. بس ما كل شيء بقول شيء. واحد اثنين ثلاثة. S6B دقيقتين. معلش يا عبد الله طوالك. تكسر الارض تحطه تحت الارض تذبلها. لا عادي سويها عيال. لا 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 والله صدق شيل بركيه. لا لا اسمع اسمع. بنبدا الان كل واحد يلف. بنبدا يا جماعه الخير. مين احد ترى في هذا؟ تبون تبدون؟ انا اقول اكبر واحد. اكبر واحد. مين اكبر واحد؟ بلاك. يا سلام. بس قبل مني انا اكبر واحد. كنا نسوي شيء شباب. يا جماعه اللايك والاشتراك. اسال الله يمن يطالعني الان. حط اللايك والاشتراك مع بعض او انه مشترك فوز موت انه يوفقك اختباراتك. امين. يجعله بالجنه يا رب. امين. اول مره يقول لك اشتراك والله اني اداري والله انكم اليوم انتم. تفضل احمد. اسمع راي بقول لك شيء. هديتك المميزه واحده من ذي الارقام. ابعطيك محاولتين عشان لاني مبسوط والله. بعطيك محاولتين. يا رب بسم الله. دقيقه لو ما راحت له وجت واحد ثاني عندنا خلاص. اي عادي تروح عليه. طيب رايد هديتك رقم ثلاثة. جيب ثلاثة. جيب ثلاثة. جيب ثلاثة. جيب ثلاثة. اعطيتك مساعدة والله ما في اقوى منها. والله؟ إيه والله وعليها الشعار. رايد فور. يلا فور. يلا. راح. مالك. 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 قال لي تعال رايد. احمد لا تكفى. تعال كبير يا اخي. وين قال؟ دخلوا مقلبه. ما في ماي سحب. كيف المسبح هذا؟ كيف؟ تفهم؟ كيف؟ تفهم بس انه يا رب انه ما سمع. رايد؟ تعال. يا رب يا احمد. اثنين ثلاثة تايمر. يا رب الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. وش ذا الشوكه؟ وش فيها فيها؟ كبيرة. بسم الله بسم الله. باقي دقيقة 20 ثانية. لا يس. الله يفرحك يا احمد ورق. افتح 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 وجهي. افتح طيب وجهي والله.
لا لا مستحيل ولد. ورا في شيء ورا في شيء. ولد مش واه. لا هذا. ولد مش واه. لا لا. هاي ورق النهاية. والله ورق النهاية. ورق النهاية. يا سويتي. يا سويتي. سويتها. دم أمه. والله نعم دم أمه. يا اخي اقولك شيء باذن الله لن اخذلك يا اخي الله يسعدك شكرا الله يسعدك النهايه يا اخوان الفاصله قريبه باذن الله باذن الله باذن الله يلا اللي بعد اللي بعد اللي بعد والله ولد مشوار اكبر بالعمر لا اكبر بالعمر يوم ميلاده يلا يوم ميلاده بس احنا ما نحتفل باليوم ميلاد لا لا هو يوم صادق يلا يلا لا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سموا سموا يا جماعه قبل اي شيء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ممكن يصير شيء يا عيال شوف اصبر 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 ما لك شيء لا 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 لك سته 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 ايه سته ايه شوف حلو بصد رصد رحمه ليش شكله حلو مره يا شايخ شوف يلا ما تلقاها والله ما تاخذها تلقاها اقسم بجلمها لك يلا 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 ان شاء الله طيب شوف مسوي تسجيل ريكورد حاجه زي ما سويت احنا مسوي ديب بس ما يسوي ديب بعد انا هلف اكون وحش حافظ الامان حافظ الامان خوفتي يا اخي مو فيها مزاب مو فيها مزاب من عندي كثير بسم الله بسم الله احمد ايش تعمل رب المصحف ما قلت في مشكله ما قلت ابعد من الباب قاري والله قاري ايزي ذا ها جامده جامده اللحظه يا ويلي اصبر اصبر لا 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 انا اعطيتكم بدا تايمر بدا بسم الله الرحمن الرحيم طافي الكام يلا بس يلا يلا يقرا من قلب 30 ثانية مرة 30 ثانية مرة إذا ما لقيتها مرة تأخذها علمتني مع الزاوية ذيك ما فيها ما فيها مرة 40 ثانية الآن يا صوتي وينها؟ وينها؟ أول دقيقة مرت دقيقة عشر ثواني مرت طيب سؤال قبل هو كان خليك سؤال قبل أحمد أوكي سؤال قبل الكام ليه طافية؟ الكام ليه طافية عادي؟ بسم الله والكام ليش انت معك؟ الكام هذه هات هذه بسرعة افتح بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عندي والله مش مكتوب مش مكتوب أول شيء تستاهل اس اكس بي الاشتراك يا جماعة يستاهل والله يستاهل والله اشتراك نوني والله والله نون سلام سلام عليكم ايوه معكم اعلان النون لا والله لا هذا مو اعلان يا اخوان لكن اللي بيطلب عنده اس اكس بي و اس اكس بي من نون طلبية من نون بسم الله الرحمن الرحيم ايفون لا لا ايفون 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 يستاهل والله والله اني جوال والله شكرا يا احمد والله شكرا يا جماعه اقسم بالله يستركم والله يستركم تكفون تكفون يلا بس 256 جيجا عشان ميموري حقك ميموري ميموري يا اخي زيد الراس يا اخي الله يسعدك شكرا يا اخوان الايفون طلبته من نون تبي تطلب اي شيء استخدم كود S6P او S6BU السلام عليكم كمان يا رب باذن الله خلاص ابعد بس لا فرقت بغلط دقيقه خلاص وش طلع لك وش 4 وش 4 وش 4 وش 4 يس وش الناس يا
يسلك الله عليك الله يا لا طيب الحمد لله أربعة يا ولد بقى الحياة دول أبل أنا بقى هناك أقل اسمعني بدأ التايمر دقيقتين خمسين ثانية مرت دقيقة مرت هني هني صح شوف خلنا وزيادة ما أدري دقيقة وعشر ثواني مرت هنا والله يوفقكم دقيقة وعشرين ثانية مرة باقي أربعين ثانية هذه وشي هذه صح يعني. ثلاثين ثانية باقي هذه لا تكون هذه أسألك بالله مو هي عشرين ثانية باقي تكفى خلاص أحمد وين طيب لمح لمح أنت الآن بارد لمح لي طب بارد باقي عشر ثواني لمح لي طب لمح لي بارد بارد 51 52 53 54 55 56 57 58 هذه 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 طيب انا نحسبها لا اول هو لمسها في اخر ثواني وما طلعها والله العظيم اني جبتها ابى اقول يا انصف ذمتك ما سمعت يوم الدين والله يوم الدين ما سمعت الدقيقه 1:58 اي 1:58 عرف مكانها بس ما طلعها مسكتها الدقيقة 2:10 ثواني طلعها لي طلعتها بس انا مسكتها طيب انا اقول لك ما مزبتها ولا السرير كاسر السرير من تحت وحاشره معي مكسور مكسور الصدق بس مسكتها لو احنا هنا قاعدين نسولف اسمعوا الصدق بس والله والله يستاهل والله اني كريم وتستاهل هذه هديه وهذا حظك ورقمك تعبت وجاك تعبك ان شاء الله اللهم لك الحمد شوي 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 ريحة حلوة ريحة حلوة شوي شوي احمد شكل احمد ضيع يا عيال شكل والله ما يفكر يا عيال يوم طلعت الحديدي والله انه يناظرني اي والله انه يبيها لي رب العزه بها الركان يا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا فتح يا هواش ما في تكفى ما في تكفى ما راح يد المكتب لا 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 لا
حبيبي ما يجيك شيء احسن شيء كان وحمار يا انا وحمار انرب بعطيك محاوله ثانيه ها يلا محاوله ثانيه والله اللي يطلع لك بعطيك اياه يا وركان تم 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 يا رب يا كريم انت الكريم يلا الله ترزقنا من واسع فضلك خمس واحد 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 ولونا من ذهب باذن الله انه مو بشرط يلا يا عيال الهدية هذه هي الوحيدة اللي أنا ما جبتها كانت جيتني من فورتنايت ولا أدري إيش دخلها شفتها عندي قلت راح بسوي عليها المطبع فوالله العظيم ما أدري إيش دخلها والله والله ما أدري حط أمها تحت هنا شوف إيش يسوي وكان قبل تبدأ التايمر أصلا ها ترى كل شيء هنا يعتبر ضمن الغرفة ها؟ لا دقيقة دقيقة في مكان ببالي لو بدأ التايمر بدأ التايمر بدأ التايمر بدأ تحلف بالله مرت 20 ثانية يا شيطان مكان تحلف بالله ثلاثين ثانية دور برا الصندوق دور برا الصندوق دائما تذكر الواحد يدور برا الصندوق يجيب اللي يبغاه ايش شك مرة دقيقة احمد فتحت شيء دقيقة يمكن بالثلاجة يمكن داخل الثلاجة يمكن دخلتها من ورا بالثلاجة هنا جوا يمكن بالكلب ترى صغير ما تبان باقي لك 50 ثانية 50 ثانية لا تكفى انا ايش قلت لكم على الركان شوف يا بوك يا ربي باقي 40 ثانية بركية باقي 30 ثانية باقي 20 تقريبا حرام والله حرام عليك يا اخي يسوي يا عيال هذا كذا اللعبه يسوي باقي 20 ثانية وين انت يا رب مخالف وين انت جاي لك تحط مكان غبي 10 9 8 7 ونص يا عيال دور مكان غبي دور مكان غبي كان غبي خلص الوقت سويت اللي عليك كله حاولت والله حاولت والله خلاص عاد حاول عند بطل انت انا قاعد اخلص من كل شيء العمر خير ان شاء الله ما لقيتها ولا لا وش زعل زعلان ما لقيتها ترجع لا كذاب وش احمد وصلت مكانها لا والله ما لقاها والله رجعت لا والله والله راحت لي هذه دامت مشيت ابو سويح وهذا ما بقى شيء وينتهي المقطع اقسم بالله انه يستاهل ركان ورب الكعبه ما يبقى يطلع شراب والله يستاهل لو يجي اللي يجي والله انه يستاهل اقسم بالله اقسم بجلال الخالق اني ما ادري ايش داخلها ركان قلت لك انا لا دقيقه بسالك سؤال جاوب وش افضل كود؟ ال 6 بي والله هي خلاص عاد خلاص ايه يستاهل يا عيال كذا مقطع ما المقطع كله تسليك لكم عادي لازم الناس ما تفوز انا اعلمك ما يفوز روب ما يفوز عادي خلص دقيقه اقل بشرط 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 لقيتوا انتوا صح؟ ايوه عندي شرط انتوا يا اثنين في واحده انت اثنين في واحدة ايه والله ممكن ايه لا شوف يا عيال والله العظيم ابراهيم والله لو تنزل على حقتي والله شوف يا جلال يا كركا ليه ما تضمني انا ليه ما تضمني لو واحد قلت شل شوف اوف ايش هذا طق اكبر ناقص 60 ما في 60 بس رايتك تستاهل
لا 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 والله لا 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 الباب الجديد انا وشو هذا حق الكنز الموسم هذا تروح تحفر عشان يطلع الكنز من الارض يعلمك اماكن اماكن الكنز هذه بثك تدور عليها والله العظيم انه محتوى والله محتوى اماكن الكنز اللي تحفر بدون خريطه هذا صار خذها مد بعد هذا حطيناها وش هذا اي والله والله بكره بثي ورطه انا النبيذ يا جبري عندك باقي ابراهيم بعدكم ايوه تبون تبدون ولا ابراهيم يبدا راح 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 يلا اخر واحد انت طيب يرفع لك هديه بدك تلعب على اخر واحده انا بلعب اخر واحده حظي سيء خلاص المدير المدير امسك امسك يلا والله حظي معك واثق فيك واثق فيك لا خل على زياد ولا حظي زين العب واثق فيك روح اطلع فر مالك شيء ترى والله لا اسحبها منك الان ما عندي مجاملات عيال وقفت وقفت لا في النص في النص تحرك هذه في النص في النص في النص في النص في النص يعني خمسة حسب سهلون واحدة طيب يلا بتفرون فر أخيرا والله خلينا نفرون خلينا نفرون خلينا نفرون والله حظي خايس أنا قلت لك حظي خايس ليش خليني أفر أنت اللي فريت إبراهيم مبروك بس معنا ولا شيء هذا قول بعد بعد اياه جا دوري لا والله ما له شيء الاثنين صح يلا اخذ دقيقتين تعطيهم فرصه ولا رحت عليهم دقيقه يا شباب والله اعطيهم فرصه الله يعطيكم والله ما فيكم والله ما فيكم الله يعز الله انا مريت مالك شيء والله ذولي حرام تعبهم والله يا عيال خلاص صاروا رقم ابراهيم اختار رقم ثاني لهم يلا اختار رقم 5 و2 5 5 والله انا اخذها هديه اخذها هديه يعني وش والله عنده راحت عنده هديه حلوه يفتح ذا ودخل ذا اسمه في حاجه هم راح يتوقعونها اذا واحد منكم كان جالس ماسك الهديه في لقيته بيحسبونها حقيقه بس انا كلكم فتحتوا طيب تعالوا عند الباب تذكروا ارجع كلكم عينكم فيني ايوه تذكروا الان انكم ضد بعض واللي بيحصلها بياخذها حلو اوكي تصابوا تتفقوا الان تبون تتقاسمونها تبون تسوون اللي فيها تبون نتقاسمها بدك تايمر دقيقتين الان زي ما تفكر هنا تبرحوا باقي 50 ثانية اكفر طيب بس
هنري. ايوه إيه لو لا كان اللي فكر اللي طلعها. ايش طالع فوق؟ ما حد يوصل فوق. غبي غبي. انفضح. 30 ثانية باقي. انتم باقيين، ما انتم حالين منها. هذه مكان غبي، انا خليك باقي 20 ثانية، مكان جدا غبي، مكان جدا غبي. طيب الوقت 51. طيب مين اللي لقاها الان؟ ما والله كلهم في نفس الوقت. مين اللي يسمونه؟ كلنا لقيناه. احمد يقطع ام القهر. دامها مره حامي الان. حلو، واحد منكم بياخذ او انكم كيف تبون حاجه اخرى؟ تبون قرعه ولا تبون سؤال واللي جاوب هو اللي ياخذها؟ اللي ودك، انا عادي. سؤال واللي جاوب هو اللي بياخذها. سؤال لقرعة. سؤال يلا. سؤال. طيب كم هي؟ وش كم هي؟ كم هي؟ دول الخليج 8. ليش بسرعة؟ كم هي؟ عدد؟ ايه غرف 14. سور القرآن الكريم؟ 32. لا سور 111 113 114 113. الله! ألف مبروك تستاهل! الله! لك الحمد! اللهم لك الحمد! اتفقنا! نود! نود معناته حاجة قوية! نود! ايفون زياد! اسألني! والله جاني نود انا! ايفون زياد! الله! متفقين! والله اننا متفقين! والله ما تخوني! والله متفقين! يالله! والله كلنا نبيع! والله اننا متفقين! مشتغل! سألت سؤال! قلت له! قال سبعين عندك سبعين! اسمع! حد يوتيوب ابراهيم شوي ثقيله وغاليه حتى ما في كلام. طالع خلنا نروح ابراهيم شغلنا انوار. طيب عيال هديه ابراهيم كبيره حلو. والله غرفته مره كبيره صدق، ما بصعب عليه دام اخر واحد، تدري شلون بسوي حركه؟ ابغى اختبر ذكاء ابراهيم. الهديه هذه هديه غاليه، حقين الشطرنج يدرون هذه وش جايب له باكج كامل. اذا حصله اصبر. تعال يا ابراهيم بقول لك شيء عن هديتك، تراها مي مغلفه، دور الشيء الغريب بغرفتك وتلقاها بكيس. ممتاز. انا بقول لك شيء. قول. قربوا شيء يا ابراهيم قرب. كلهم يقولون 6 بي كلام بس. انت لابسه حاطه جنب قلبي. شوف قلبي هنا يا عيال، ورب العز لازم يفوز ابراهيم. شفت ساعات. طيب لا لازم. بسم الله الله اكبر. نبدا يلا. طيب نسيت عنه كله بالكوت. بدا شوف وشو فتح الخيام. يا عيال والله ما قلت له، والله ما قلت له. اصبر قلبي قلبي. افتحها حطها تحت. وش ذي؟ حطها تحت. وش ذي؟ حطها تحت. هاي سلمك الله شطرنج. لا مرصعة. لا الا الله مرصعة حق التفكير، حق عصر المخ. اقسم بالله انك ستين. والله العظيم خل والله. انا ادري انك تحب الشطرنج، بس كيف عرفت ان هذا مكانه؟ لا والله في كان في كان. ابراهيم خل المقطع لجنب. لا والله اسكت. ها؟ والله يا رجال شكلك اقسم بالله اسرع واحد، حرفيا اسرع واحد. تستاهل والف مبروك. انا صراحه بقول لكم شيء، ترى هو يدقني بهذه. ايش؟ لانه اخر جيم هو فاز. اخر جيم انا فزت عليه. وانت كان توه متعلم له شهر واحد. اخر جيم لكن هنا انتقام. ننزل جيم. هنا الانتقام. بينزل جيم. يا عيال هذا القصه العظيم، انه اول ما دخل غرفه سوى كذا. جا خذها. اقسم اقول لك ردت فعلي بردت انا زقت قلت ايش ذا؟ فتح على طول كذاب. وش يسوى هنا؟ اشترى الشخص الصح. خلصنا هداياكم. انا وين هديتي؟ هذا قلت له تعالوا نصور، دق علي قال لي احمد
بقول لك شيء لا تقول لحد. قلت ايش؟ قلت ابي اكل اجيب لك. هاي قلنا بتخرب يجيب راسي. بس انا ماني وسخ، انا ما نسيتك. جبت لك هديه. اوه والله احمد احمد قال انا وياك خطير ما اطلع ما جاب لي هديه قهر. كذاب. خلي اجيب لها كتبي نسي نفس طقمه. اقسم بالله صدقني طيب اعرف العيون ذي. اعرف العيون ذي. لا هون جيت هنا اقول لك كذاب. اعرف العيون ذي. عديله. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع. الله يعطيكم العافيه جميعا، شكرا لكم، اتمنى استمتعتوا برد الفعل هذه اللي والله يا جماعه ولا واحد من العيال ولا واحد غير رايد اللي انا مخصصه يعني شيء، الباقيين عشوائيا والحمد لله رقعت مع اغلبكم بدر الجوال. دقيقه كم لايك وتسوي هدايا مره ثانيه؟ لا 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 بس اصطمعون يعني يا جاي 200 150 يعني 150 200 لا لا يا عيال لا والله نديت بالي يعني خلوه 50000 عشان 200 الله يعطيكم العافيه يا جماعه، شكرا لكم من اعماق قلبي، السلام عليكم اريتوا